وللحديث عن التطورات في محافظة درعا السورية مع الأنباء عن محاولة النظام اقتحامها رغم التطمينات الروسية بالوصول إلى اتفاق ما، معنا من إسطنبول الإعلامي والكاتب الصحفي نورس العرفي. مرحبا بك معنا. أهلا بك أستاذ، أهلا بكم وبمتابعينكم الكرام. حياكم الله سيد نورس. كيف تقرأ محاولة قوات النظام اقتحام درعا البلد ليلة أمس في وقت تتحدث موسكو عن إمكانية الوصول إلى اتفاق ما؟ الوضع في درعا هو وضع ثانوي إن صح التعبير، وذلك بسبب موقعها الجغرافي وقربها من إسرائيل، ونحن نعلم حساسية هذا الأمر بالنسبة لروسيا التي تخطب ود إسرائيل. درعا هي مهد الثورة، النظام وروسيا وإيران يعلمون بأن إسكات درعا وإخماد مهد الثورة هو أمر صعب، ولا شك في خضم استمرار هذه الثورة والمطالبة إلى الآن بالتخلص من هذا النظام الذي يقوم العالم كله بدعمه حقيقة. بالنسبة للتطمينات الروسية، روسيا تطمئن، ولكن هي التي تقول للنظام نعم اذهب وهجم. النظام لا يستطيع أن يتحرك إلا بأوامر روسية، فروسيا تطمئن من جهة، ولكن هي التي تدفع بالنظام لمحاولة السيطرة على درعا. نعم، وهذا يحيلنا للسؤال التالي سيد نورس، إلى أي مدى يمكن الوثوق بروسيا كضامن للاتفاق للمرة الثانية؟ روسيا لا يمكن أن تكون ضامن وهي طرف، لا يمكن أن نثق بروسيا، الثوار جميعهم يعلمون ذلك، وبدرعا وبإدلب وبكل مكان. قصف جبل الزاوية الآن، أليست روسيا ضامن مع تركيا ويوجد اتفاقات، والقصف يتم وهناك محاولات أيضا للاقتحام. إذن جميع الثوار في سوريا يعلمون بأن روسيا ليست ضامن، ولا يمكن أن تكون ضامنا كونها طرف بهذه المعادلة، ولا يوجد أي وثوق فيها. ولو استطاع النظام وروسيا لو استطاعوا اقتحام درعا بطريقة تحفظ لهم ماء الوجه لا قاموا بذلك، ولكنهم يحاولون الآن بالتفاوض، وتحاول روسيا أن تنهي هذا الأمر أو هذا التصعيد. نعم. الذي يحصل بأقل الخسائر. نعم، طيب ماذا عن بيان أهالي درعا بالأمس الذي أكد أن حكم الدكتاتورية ولى إلى غير رجعة وأنهم يصرون على الحفاظ على دماء السوريين؟ هذا البيان حقيقة يذهب بنا إلى رؤية مستقبلية، وإلى رؤية تؤكد استمرار الثورة، وأيضا إلى حكمة بهذا البيان. هذا البيان أراد أن يقول بأننا مستمرون، بأن الثورة مستمرة، ولكن أيضا حقن الدماء هو أولوية بالنسبة لنا، ونحن يمكن أن نتفاوض، يمكن أن نجلس لطاولة مفاوضات إذا كانت النتائج مرضية لنا، لكن إن لم تكن مرضية فنحن لا نقبل بها أبدا. ونحن نعلم بأن النظام عندما دخل درعا استمر العمل العسكري، واستمر الرفض لوجود النظام، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المقاطع التي تؤكد بأن الأهالي بدرعا غير راضين عن وجود النظام وعن ما يقوم به النظام من ممارسات، وعن الوعود التي ذهبت أدراج الرياح بعد دخولهم إلى درعا. إذن في الحقيقة البيان كان بيانا نستطيع أن نقول أوصل رسالتين، الأولى بأننا مستمرون بالثورة وبأن نظام الأسد ولا ولن نقبل به، والثانية بأننا حكماء بالمقابل ونقبل بحقن الدماء، لكن حقن الدماء بكرامة. حقن الدماء بكرامة، هذا طبعا يأخذنا إلى نقطة مهمة جدا وجوهرية في النقاش، وهو السؤال عن أي مدى نجحت درعا بأن تكون نموذجا محفزا لباقي مناطق التسويات للثورة على هذا النظام مرة أخرى بعد محاولة إبادة تلك المدن؟ حقيقة النموذج الدرعاوي هو النموذج الصحيح الذي يجب أن تسير عليه كل مدن سوريا وكل الثورة السورية. هذا النموذج الذي أرهق أمريكا وروسيا، وهو حرب العصابات، الطريقة التي تقوم بها درعا الآن. الثوار سيطروا عام 2015 على 80% من سوريا، ولكن العالم كله وقف ضدهم، فدخلت روسيا بعدها وعتيدها، وبدأ النظام يستعيد تلك السيطرة. إذا لا يمكن إرهاق النظام وروسيا وإيران وكل من يقف معهم إلا بهذه الطريقة التي تمارسها درعا الآن. نعم. وهي حرب العصابات. وإن أردت رأيي بهذا الموضوع، فأنا أنصح الثوار بدرعا بأن لا يحاولوا أن يتمسكوا بمنطقة ويتقوقعوا بها أو يحاصروا كما حصل
بالكثير من المناطق إن كان في دمشق أو دير الزور، لا استمروا بحرب العصابات فهي طريقة ناجعة وهي الطريقة التي سترهق نظام الأسد ومن والاه. طيب نعود للاتفاق، ما شكل الاتفاق المتوقع الذي يمكن الوصول إليه بين وجهاء درعا والنظام السوري، وأين سيكون موقع الميليشيات الموالية لإيران من هذا الاتفاق أو في درعا تحديدا؟ إيران النقطة الثالثة، يعني لدينا روسيا ولدينا الثوار بدرعا، إيران تأتي هي طرف ثالث إن صح التعبير، طرف داعم. الأساس هي روسيا وما تريد روسيا والاتفاق الذي سيحصل مع روسيا، وروسيا تستخدم إيران كورقة عندما تريد أن لا تقبل باتفاق، تقول إيران لا تقبل وإيران تقصف، وهذا غير صحيح، فالأساس هي روسيا. بالنسبة لسؤالك عن الاتفاق وأين سيصل النظام، وروسيا وإيران يعلمون بأن أهالي درعا هم ثوار حقيقيون ولن يقبلوا بالذل أبدا، ويعلمون بأنهم إن لم يصلوا إلى تفاهمات جيدة فستستمر عليهم حرب العصابات وستستمر الاغتيالات. نعم. وهذا الأمر إن تصاعد فسيرهقهم كثيرا، وخاصة روسيا التي لها تجربة سابقة بذلك وتعلم ماذا يحصل في أفغانستان وفي غيرها من المناطق. نعم. شكرا جزيلا لك الإعلامي والكاتب الصحفي نورس العرفي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.